لا تزال سيارات العتيقة والقديمة والتي تجاوز عمرها 60 عاما تخدم في طرقات لحج وتعد وسائل نقل بين مديريات وأرياف المحافظة. سيارة قديمة تجاوز عمرها 60 عاما تعج بها شوارع محافظة لحج، تعد وسيلة النقل الأساسية لمعظم أبناء مدينة الحوطة عاصمة المحافظة. هذه المركبات بالرغم من قدمها إلا أنها لا زالت يعني تناضل من أجل البقاء، يناضل السائقين من أجل البقاء هذه المركبات، من حيث أنهم يقوموا في صيانتها يدويا شخصيا، يعني بعض الآن اكتسب مهنة من خلال تعامله اليومي مع المركبة، واستطاع أن يدير المركبة بالشكل المطلوب من حيث المواد الهندسية وغيرها من الأمور الميكانيكية. لا زالت هذه المركبات راسخة في محافظة لحج، في عديد من فرزات محافظة لحج. عند مرورك في طرقات لحج يشد ناظرك السيارات العتيقة التي ما زالت تعمل رغم أنها قد انقرضت في مناطق عديدة، أما هنا يوجد من يحافظ ويهتم ويعمل بها لنقل الركاب والبضائع. إنها فترة طويلة، مش طبعا اشتغل عدة قرى، يعني بيت عياض، الجول، شطيف، نوبة، الزيادي، كذا متساف، هذا الحبيل، العيان. أنا سواق قديم من عام 65 لاحظها لها فتره غلط تشتغل معنا، ومع سنين بقى نحافظ عليها ونعيش منها، ونقول المواطنين من قريه الى قريه في زواج في مرض في اي حاجه. ما زالت الان تشتغل بيكبات ولاند روفر مع شحات السامان، بعضهم كنسلوا بعضهم باعوا وبعضهم تشتغل. رغم قدمها ووضعها المتهالك إلا أن أغلب الأهالي ما زالوا يفضلون الركوب فيها والتنقل بها من وإلى مناطقهم المتناثرة في ضواحي مدينة الحوطة. تنفعنا في جميع الوسائل الريفية، وهي سيارات بصراحة يعني ممتازة جدا، أفضل من النوع الجديد هذا، وتفضل لنا حالة أفضل في الريف، في المناطق الريفية هذه، المنطقة الرمال، الجبال، نقل الأغنام، نقل المياه، بعض النوب، والحمد لله على هذه السيارات. رغم انه مدير قديم ونطلب الله عليه ومحافظين عليه، وهو مدرس غنى، ولحد الان وهي شغال ظل المديرات الحديثه اللي ظهرت، احنا لازل نطلب الله عليها. انا بقي 30 سنه في الفرج البابي، هذه القضيه قديمه معانا، ونحافظ عليها ونصونها ونعتني بها. انا احسن من البابي الجديده هذه، لأن يعني الجديدة تروح أي حاجة ومشغل غيار حقها، لما هذه سامانة موجود، حتى لو قديم بس موجود. رحلات السيارات القديمة في مدينة الحوطة وقراها مستمرة منذ عصور طويلة، ومالكوها قضوا معها أجمل سنوات عمرهم، وهم يهتمون بها ويحافظون عليها كونها مصدر عيشهم الوحيد.